مساء الخير عليكم جمهورنا الجميل، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، ومساء الخير عليكم ومساء الخير على مشاهدي تلفزيون الحياه في كل مكان، واهلا بكم جميعا في بدايه حلقه جديده من دايره الحياه، ويا رب ان شاء الله حلقتنا النهارده تكون حلوه ومتميزه وتخلي كل الناس اللي بيتفرجوا علينا مش بس الثلاث متسابقين هم كمان يفكروا ويبتدوا بقى يشغلوا نفسهم كده، مش مجرد الواحد يقعد قدام التلفزيون وخلاص، ولا ايه رايك؟ فعلا هي محتاجه تفكير. مساء النور يا كريم، مساء الخير على كل المشاهدين. تمام، انت كمان بتحاولي تحلي صح؟ ده انا ببقى هموت واحل خلاص. يا رب ان شاء الله حلقتنا النهارده تكون حلقه مميزه. جاهزه؟ جاهزه، يلا بينا. دايرة الحياة عبارة عن مجموعة من الجولات، بالتحديد بنتكلم عن أول أربع جولات زائد أول ثلاثة من أسئلة السرعة. مع نهاية الجولة الرابعة في واحد هنقول له خليك معانا شوية عشان هتكمل معانا الجزء الأخير من حلقتنا، وفي اثنين من المتسابقين هنشكرهم ونقول لهم طبعًا هارد لك. دلوقتي جه وقت سؤال السرعة الأول، قيمته 1000 جنيه، والسؤال فيه مسرحيات. العسكري الاخضر. العسكري الاخضر اجابه صحيحه، برافو عليك. واول 1000 جنيه في حلقه النهارده من نصيبك انت يا ايهاب. ايهاب عصام، مساء الخير. مساء النور. مهندس بنيه تحتيه. بنيه تحتيه مظبوط. احنا عندنا مشاكل كتير في الحدوته دي. والله احنا شغالين على كده، ربنا يا رب بقى ربنا يقدركم، عشان مش عايزين النوع ده من الحاجات تستمر ابدا. اهلا بيك. انا سمعت ان انت متجوز جديد كمان. من 3 شهور بالظبط. 3 شهور بس؟ يعني لسه زوخت بالبيت عشان تيجي تشترك معانا تقريبا. مبروك، ربنا يرزقك بالذريه الصالحه ان شاء الله. وسمعت كمان ان انت غاوي اصلا كلمات متقاطعه. كلمات متقاطعه يعني بلعبها من حريف يعني فيها. لا مش هقعد على قد برضه بس يعني. خلي بالك بتنفع جدا في البرنامج ده يعني. هي مسليه، هي مسليه، بتشغل الدماغ على طول. اهلا بيك في دايره الحياه. ومنورنا كمان محمد شريف، مساء الخير. مساء النور. حضرتك بتشتغل مدير عام في واحده من شركات المنشات المعدنيه. تمام. وبرضه غاوي الجيمز والمسابقات وال يعني على خفيف، ربنا يسهل. لا تقيل النهارده، لازم يبقى تقيل. ربنا يكرم باذن الله ان شاء الله. اهلا بيك. وكمان منورانا داليا الطاهر، مساء الخير عليك. مساء النور. ازيك؟ بتشتغلي تراكر في واحده من شركات الطيران. اه يعني ايه تراكر؟ اللي هو بيتراك الطيارات رايحه فين وجايه منين وكده. لا مش تراكر، مش تريسنج يعني. لا لا، مع الضيافه، تراكر ضيافه. اوكي تمام، اهلا بيك. ديسباتشر للضيافه. تمام تمام، منورانا البرنامج. اهلا بيك. دلوقتي جه معايا سؤال السرعه الثاني، نفس الكلام، هو برضو القيمه 1000 جنيه والحروف هتظهر لنا على الشاشه عشوائيا، وكان طبعا كالعاده الاسرع في انه يدوس على الزرار ويحل صح بيكسب معانا ثاني 1000 جنيه في حلقتنا. سؤال السرعه الثاني فيه مشاهير. محمد صابر الرباعي. اجابه صحيحه، صابر الرباعي. وتاني 1000 جنيه في حلقتنا من نصيبك انت يا محمد. ودلوقتي بنوصل مع الثلاث متسابقين لاول جولات حلقتنا النهارده من دايره الحياه. في الجوله دي القيمه الماديه الاعلى هي ال 1000 جنيه، موجوده خانتها معانا على الدايره. كل الحروف زي ما قلت قبل كده هتكون متوفره قدامكم ما عدا حروف المساعده، انتوا عارفين بقى التفاصيل كلها بتهيألي ولا ايه؟ ندخل في الموضوع على طول؟ يلا سؤال الجوله الاولى في اكل وشرب، والبدايه عندك يا محمد، دورك. القيمة الأعلى 1000 جنيه، حرف لام. واحد لام ب1000 جنيه. ألف تاني. اتفضل. النون. النون. مفيش نون. داليا. خمسمية. الميم. اتنين ميم ب1000 جنيه. انا هشتري الالف. واحد الف موجوده في السؤال وبتكسب منك 150 جنيه. اتفضل. ٣٠٠. الريه. اتنين ريه ب٦٠٠ جنيه. هشتري ليه؟ اخر لحظة. انت هتشتري ليه؟ طيب هشتري ليه؟ اتنين ليه موجودين في السؤال وبرضه بتكسب منك 150 جنيه. حابة تشتري تاني ولا نتكل على الله ونلف؟ نتكل على الله. يلا يلا بركة. 200. سين. واحد سين ب200 جنيه. يا
عارف انا الوقفه دي عارفها. تشتري اسرع وقت. لا كل هم بيفكروا في الاجابه. لا 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 نلف نلف بقى. 600 العين. واحد عين ب 600 جنيه. الواو بقى نشتري الواو ما بدهاش. خلص. واحد واو موجوده في السؤال. وبكده تكون خلصت كل حروف المساعده واتخصمت منك 150 جنيه. يا تلفي يا تحلي. وكل ده هم بيفكروا في الاجابه بسرعه. 200 حرف الدال. حرف الدال مش موجود. 600 حرف القاف. واحد قاف يا ايهاب. حرف تاني. 400 حرف الكاف. واحد كاف. حلف برضو. يلا 250 حرف الب. واحد ب. حلف برضو. 100 يا حلاوة لفتك القيمة الأعلى. 1000 جنيه. حرف ال شين. واحد شين ب 1000 جنيه. أجاوب. يلا. كشري أصفر مع بيض مسلوق. إجابة صحيحة فعلا. هي دي الأكلة. برافو عليك. غريبة. أنا تخيلت إن داليا اللي هتعرفها وكلام على كشري ومنطقة الستات بقى المطبخ وكده. تصدق. برافو عليك إيهاب. إجابتك إجابة صحيحة فعلا ورصيدك عن الجولة دي 2250 جنيه ورصيدك العام لغاية دلوقتي 3250. الحمد لله. محمد رصيدك العام 1000 جنيه وداليا رصيدك صفر. وإن شاء الله الصفر ده أكيد هيتغير في الجولات اللي جاية. يا مسهل. إن شاء الله خير. فاصل إعلاني ونرجع تاني بدايرة الحياة. اتفضل. اهلا بيكم مره تانية في دايره الحياه. وصلنا دلوقتي لتاني جوله من جولات حلقتنا النهارده. وال1000 جنيه اللي كانت هي القيمه الاعلى معانا في الجوله اللي فاتت ضعفناها وبقت القيمه الاعلى الموجوده معانا في الجوله دي هي قيمه ال2000 جنيه. سؤال الجوله الثانيه فيه على الخريطه. وطبعا طبقا للصوت ده معناه ان منكم انتوا الثلاثه هيفوز معانا بالجوله هيفوز كمان معانا بجائزه اليوم. البدايه عندك كده يا دورك. راح الرصيد عن الجولة عن الجولة هو لسه صفر فزي ما احنا زي الفل. إيهاب سبعمية حرف اللام. أربعة لام موجودين في السؤال. حرف تاني. اتفضل. 200 حرف الميم. ثلاثة ميم ب600 جنيه. تشتري حروف مساعدة ولا تلف؟ لا لفت. 100 حلوة اللفة دي. وقفت عند كابتن اللفة الإضافية. قول لنا حرف صح. نون. مفيش نون بالتالي مش هتقدر تاخد الكارت. محمد دورك. 100 يا سلام على اللفة لما تكون حلوة ورايقة. 2000 أعلى قيمة. حرف؟ حرف البي. 2 ب ب4000 جنيه. تعمل ايه؟ اشتري حرف. اي حرف؟ الالف. اربعة الف موجودين في السؤال وبتخصم منك 150 جنيه. ها؟ الالف. يلا. 250 حرف. حرف القاف. ما فيش قاف. داليا؟ تيجي اللفة هفتانة من اولها. خلي بالك فوتي الدور. اديكي فوتي الدور. يلا يا بوب. يا سلام يا سلام يا سلام. 2000 حرف الكاف. واحد كاف ب2000 جنيه. 3 تيجي تاني. حرف التاء. 2 ت ب600 جنيه. اشتري
تشتري حرف الليه. واحد يه وبيتخصم منك 150 جنيه وخلصت بكده كل حروف المساعدة. يا نلف يا نحل. لا الف تاني. يلا. متين. حرف ره. اتنين ره ب 400 جنيه. نحل. يلا. الرباط المملكة المغربية. إجابة صحيحة فعلا. برافو عليك. برافو عليك. برافو عليك. رصيدك يا إيهاب عن الجولة دي 6250 جنيه وألف مبروك عليك يا إيهاب، أنت اللي فزت معانا بجائزة اليوم اللي هي. مبروك كسبت ليلتين لفردين بشرم الشيخ. قيمة الجائزة 4000 جنيه. دايرة الحياة ويل فورشن. مبروك عليك عشان المدام بقى. ايوه اجهز انت بس بشرطاتك ومايوهاتك واتكل على الله تبقى رحله جميله ان شاء الله. ان شاء الله. قيمه الجائزه اضفناها لرصيدك العام، بالتالي رصيدك العام دلوقتي 13500 جنيه في الوقت اللي محمد رصيده العام واقف فيه عند مرحله الألف، وفي الوقت اللي انا مش لاقي حتى كلام اقوله لك يا داليا. مش عارف اودي وشي فين منك الحقيقه. ما تقولش هتعملي شغل. ربنا ييسر يا ميسر كله على الله. يلا بينا فاصل اعلاني ونرجع تاني في دايره الحياه. اتفضل. اهلا بيكم مره ثانيه في حلقتنا النهارده من دايره الحياه. وصلنا دلوقتي للجوله رقم 3. ال 2000 جنيه خانتها لسه موجوده معانا على دايره الحياه، ولكن زودنا كمان خانه في منتهى الاهميه بالذات بالنسبه لك انت يا محمد وانت يا داليا. خانه ال 10000 جنيه اللي لو وقفت عند حد منكم وهقول لكم هيحصل ايه وقتها تقربوا جدا من ايهاب، او لو وقفت عند ايهاب تدعم لك موقفك جدا يا ايهاب. الخانه دي متقسمه لثلاث اجزاء، في النص 10000 وعلى الجنبين في نفس الخانه في راح الرصيد. اللي منكم انتوا الثلاثه هيقف في النص عند ال 10000 ويقول لنا حرف صح ياخد الخانه، ولو جاوب صح خلال الجوله ياخد ال 10000 جنيه بالكامل في رصيده. سؤال الجوله الثالثه فيه عبارات، والبدايه عندك يا بوب. ٣٠٠. حرف اللام. اتنين لام ب 600 جنيه. ٩٠٠. حرف الميم. ٣ ميم. فوت دور ده الخبر الوحش. الخبر الحلو ان رصيدك عن الجولة زي ما هو. محمد دورك. عملها محمد، وقف عند الألفين. حرف. حرف السين. ما عملهاش قوي محمد وراحت عليه الألفين. يلا يا داليا. ٣٠٠. الفه. واحد فه ب 300 جنيه. وراحت ال 300 جنيه. يلا بوب. ٨٠٠. حرف النون. ثلاثة نون في السؤال. ما بتفكرش انت تشتري من عندنا حروف مساعدة؟ مش عايز تنفعني انت. خلاص نشتري مرات. ايه بقى؟ ليه؟ واحد يه وبتخصم منك 150 جنيه. الف. يلا. ٢٥٠. حرف الكاف. واحد كاف. دي ٧٠٠. حرف الت. واحد ت. ٧٠٠. حرف العين. مفيش عين. محمد فرصتك. ممكن اجاوب على طول؟ اتفضل. نتمنى لاطفالكم نوما هادئا. ايوه ده الكلام المطلوب. برافو عليك اجابتك اجابه صحيحه فعلا.
وطبعا في 1000 جنيه بتروح لرصيدك لان انت جاوبتنا صح من غير ما تلف معانا دايره الحياه من الاساس. رصيدك يا محمد عن الجوله دي 1000 جنيه ورصيدك العام لغايه دلوقتي اهو تصعد شويه، يعني بقينا 2000 لغايه دلوقتي. ماشي حاجة. طبعا ايهاب انت لسه في امان لغايه دلوقتي برضو. رصيدك العام 13500 جنيه هو الرصيد الاعلى. داليا ما تتكلمش. نو كومنت. نو كومنت. فاصل ونرجع تاني بدايره الحياه. اتفضل. اهلا بيكم مره تانية في دايره الحياه. وصلنا دلوقتي لسؤال السرعه الثالث، قيمته المره دي هتكون 2000 جنيه والسؤال هيكون فيه اماكن. ايهاب القريه الذكيه. اجابه صحيحه فعلا، و2000 جنيه اجابه يضاف لرصيدك عشان تدعم بالألفينية دي موقفك أكتر وأكتر. وأقضي عليهم بقى كده. لا بص أقضي عليهم دي فيها شك في الجولة دي، اسألني ليه؟ ليه؟ أقول لك ليه؟ لأن أنت عندك خانة هنا هي الخانة ذات القيمة المادية الأعلى اللي هتكون موجودة معانا طول الجولة، ال 2500 جنيه لو وقفت عندها أختك داليا وقالت لنا حرف موجود منه كتير ممكن جدا تلاقي نفسك بتساوي معاها في لحظة، ونفس الكلام ينطبق على محمد. عموما جود لك ليكم أنتوا الثلاثة، وأنت اللي هتبتدي تلف معانا دايرة الحياة مع بداية الجولة الرابعة. وسؤال الجولة الرابعة فيه مسلسلات. البداية عندك يا إيهاب. الله عليك يا إيهاب. انت قلت بقى عندك انت قول لنا حرف اللام. واحد لام ب2500 جنيه. متين. حرف الميم. واحد ميم ب200 جنيه. سبعمية. حرف النون. ثلاثة نون في السؤال. أشتري حرف ليه؟ مفيش يه وبيتخصم منك 150. محمد دورك. متين. حرف الكاف. واحد كاف. عندك رصيد لو تحب تشتري. أشتري الألف. اتنين ألف في السؤال وبيتخصم منك 150 جنيه. تحب تعمل ايه؟ ألف. يلا. متين. حرف الهي. واحد هي. يا سلام. 2500. حرف الدال. اتنين دال ب5000 جنيه. تلتمية. حرف التي. واحد تي. عليه العوض يا ابو حميد. يلا يا داليا. يا مسهل. متين. يا ري. واحد ري. متين. عين. واحد عين. هند ودكتور نعمان. هند والدكتور نعمان. هند والدكتور نعمان إجابة صحيحة فعلا. برافو عليك. برافو عليك. ربنا يستر. إجابتك إجابة صحيحة فعلا يا داليا. الخبر الحلو إن أنت اللي فزتي معانا في الجولة، وطبعا زي ما أنت ست اللي عارفين الخبر الوحش إن رصيدك للأسف ما هواش الرصيد الأعلى. مضطرين نقول لك هارد لك ونورتينا النهاردة في حلقتنا. شكرا جزيلا. وهارد لك برضه كبيرة قوي المرة دي، كنت بتشد بشكل خلاص واضح وقلت هتعملها، بس هارد لك يا محمد. شكرا جزيلا لوجودك معانا في حلقتنا. وطبعا الرصيد الأعلى في حلقتنا النهارده هو رصيد إيهاب 15500 جنيه، وهو اللي بيكمل معانا الجزء الأخير من حلقتنا. هنرجع لك يا بوب مرة تانية بعد ما نتوقف مع آخر فاصل إعلاني ونرجع تاني في دايرة الحياة. اتفضل.
اهلا بيكم مره ثانيه في حلقتنا النهارده من دايره الحياه اللي وصلنا دلوقتي للجزء الاخير منها مع البوب مع ايهاب صاحب الرصيد الاعلى 15500 جنيه. الرصيد ده على فكره وارد جدا انه يزيد ويبقى يعني ممكن يتضاعف كمان. ربنا يسهل ان شاء الله. ربنا يسهل الاحوال. قدامنا في 24 ظرف، واحد منهم في الشيفروليه الافيو دي. I love you. I love you too. I love you. I love you. بابا بابا الله عليك يا استاذ. يا استاذ عجبتك؟ شيفرولي افيو للطموحين فقط. ده ظرف واحد من ال 24، الباقي فيهم فلوس ممكن تضاف لل 15500 جنيه بتوعك. جود لك ان شاء الله. ان شاء الله. لف لنا بقى دايره الحياه. بسم الله. ده الظرف بتاعك يا ايهاب. اتفضل. اتفضل. الجوله الاخيره وسؤال الجوله الاخيره في كائنات. الحروف الثابته عندنا هي حروف الميم واللام والسين والب. هنشوف ايه منهم موجود في السؤال. مطلوب منك دلوقتي يا ايهاب تختار لنا ثلاث حروف عاديين غيرهم زائد حرف من حروف المساعده. ثلاث حروف عاديين. طيب ناخد النون والعين والسين والحرف المساعد الواو. السين معانا من ضمن الحروف. اوكي السين معانا، يبقى ال الحاء والواو. حرف المساعدة واو. هنشوف ايه منهم موجود. قدامك 10 ثواني للإجابة يا إيهاب، اتفضل. حبار عملاق. إجابتك إجابة صحيحة فعلا. إيه ده؟ برافو عليك. برافو عليك. برافو عليك. لا تصدق بقى فعلا الموضوع كلمات المتقاطعة عمل شغل جامد معاك ما شاء الله. حبار اللي غريبة شوية. آه بس لا برافو عليك. برافو عليك. إحنا كان رصيدنا لغاية ما جاوبتنا كان 15500 جنيه. ضيف عليهم كمان 20,000 جنيه يكون الإجمالي 35,500 جنيه. مبروكين عليك. تعالى كمان نشوف فين اللوجو الخاص بالشيفروليه. يعني ايه بيني وبينك كانت بعيد شويه بس اللي حصل بشويه برضه مش هين. 20 زائد 15 مبروك عليك 35500 جنيه ورحله شرم الشيخ. يا رب تقضي فيها وقت جميل. شكرا جزيلا يا ايهاب. شكرا جزيلا لكل الناس الجميله اللي تابعت حلقتنا النهارده، وان شاء الله نشوفكم على خير باذن الله في حلقات جايه من دايره الحياه. تصبحوا على خير.